إذن إرادة النفط في إقليم كردستان شبه المستقل ستحول للمرة الأولى منذ عام 2002 إلى حساب مصرفي يخضع لرقابة حكومة بغداد. هي صيغة تفاهم كشف عنها مستشار رئيس الوزراء العراقي، وقد توصلت إليها الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم حول إيراداته من النفط. الدستور يمنح حكومة الإقليم جزءاً من الميزانية الوطنية، لكن الحرب على داعش في عام 2014 أسقطت هذا الأمر قبل أن تستعيد القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، ولا سيما كركوك، وتعيد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية إنما بشكل متقطع. إجراءات اليوم تأتي وفق موقع المدى بعد اتفاق بين الجانبين يقضي بعدم قطع مرتبات الإقليم من جديد، وأيضا ضمان حصته في الموازنة وتشريع قانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة وتحويل حلبجة إلى محافظة. هنا ثمة من يرجح وجود ضغط أمريكي، ولا سيما أن تلك الإجراءات تأتي بعد أيام على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بغداد قبل أن يقصد في اليوم ذاته كردستان، حيث التقى قيادات كردية. تحرك الوزير الأمريكي سبقته سلسلة لقاءات أجرها الوفد الحكومي الشهر الماضي في واشنطن، وقد تطرقت إلى ذلك الموضوع فضلا عن تصريحات السفيرة الأمريكية في بغداد إيلينا رومانوسكي التي تحث دائما على إنهاء المشاكل بين الجانبين. يذكر أن حكومة بغداد وافقت على مشروع الموازنة العامة لعام 2023، والتي بلغت فيها حصة الإقليم 12.6% من أصل 200 تريليون دينار تقريبا. في المقابل أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم تسليمها 400 مليار دينار عراقي في إطار الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي الإقليم.